السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. اليوم جبنا لكم جديد لشركة ريدمي. قرب عندي السي أيوب هنايا، كاين عندنا ريدمي نوت 13 وكاين ريدمي نوت 13 برو. غادي نعطيكم الأثمنة ديال هاد السيريات الجداد ديال الشركة ديال شاومي، ومن بعد غادي ندير لكم واحد الفيديو مفصل فيه مراجعة شاملة لهاد التليفون هذا. بالنسبة للإخوان، لهاد النسخة ديال 128/6 الثمن ديالها 2050 درهم. كاين النسخة ديال 256/8 للثمن ديالها الاخوان 2450 درهم، 2450 درهم. كاين النسخه ديال 128/8 جيجا في الرام للثمن ديالها 2250. كاين كذلك الاخوان ريدمي نوت 13 برو. هذا التليفون هذا راه كيجينا بجوج ديال النسخ حتى هو، كاين 256/8 للثمن ديالها 3200 درهم، 3200 درهم بالنسبه للنسخه ديال 256/8. وكاين النسخه اللي فيها 512 جيجا زائد 12 جيجا في الرام للثمن ديالها الاخوان 3800 درهم. اذا هادو هما الاثمنه ديال السيريات ديال الشركه ديال ريدمي، اولا ديال التليفون الجديد ديال شركه ريدمي، ريدمي نوت 13 في جميع السيريات. هاد التليفونات الاخوان راهم كاملين متوفرين هنا عند الكترو ايوب. اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا في الرقم اللي غادي نخليه لكم في الوصف ديال هذا الفيديو هذا، وتسناو مراجعة شاملة لهذا التليفون. غادي نفتح معكم واحد العلبة ديال هذا الهاتف ونشوفوا شنو هما الاكسسوارات اللي كيجيو معاه، الديزاين ديالو. نعطيكم معلومات كاملة، المعلومات كاملة الخاصة بهذا التليفون هذا. مرحبا بكم الاخوان، والسلام عليكم ورحمة الله.